بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات الموردة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نروح لأول فقرة معانا. يعني يا جماعة، هو احنا لحد امتى هنفضل في البرامج الرياضية في شغل الهكس والتهجيص؟ يعني ميسي، هل في اتنين في العالم يختلفوا على قدرات وامكانيات ميسي؟ للأسف الشديد للأسف الشديد، لاعب كل تاريخه انه لاعب في النادي الاهلي، هو ده كل تاريخه بس، ما عملش حاجة تاني، واخد بالك، يطلع في احد البرامج الرياضية اللي كل شغلته البرنامج ده، يعني البرنامج ده مصروف عليه فلوس، الفلوس ديت يعني معلش يعني مع احترامي، لو في مقدم برنامج محترم البرنامج ده بالاول على مستوى مصر، لكن بيجيب ضيوف كل الهدف بتاعه انه ياخد تصريحات من الضيوف دي يركب بيها ترند، التصريح ده بقى يضحك الناس يجنن الناس مش مشكله، المهم ان هو تصريح خزعبلي، تصريح يعني نضحك على الناس باي كلام وخلاص، واخد بالك، عشان نعمل ريتش، نعمل مشاهدات وخلاص. لكن مين في العالم يختلف على ميسي؟ تخيل يعني كابتن سمير كمونه، مع احترامي الكامل لسمير كمونه، سمير كمونه شايف ان ميسي ملوش تاريخ، ميسي مش لاعب دولي، ميسي غير مفيد في منتخب الأرجنتين. انت متخيل؟ انت متخيل في كائن حي يعيش ويتعايش معانا على هذا الكوكب شايف ان ميسي لعيب مش لعيب دولي، لعيب لا يستحق انه يتواجد في منتخب الأرجنتين؟ لا، يعني مهما كان اختلافك مع ميسي، انت لو في بينك وبين ميسي طار، ميسي ده لو قتلك قتيل مش هتطلع تقول الكلام ده. ولكن زي ما بقولك، هي الفكرة كلها ان احنا عايزين نطلع نركب ترند، عايزين نضحك الناس، عايزين نهجس وخلاص، واي هجايس في الهجايس بحيث ان الناس تتكلم عننا. عايز اقول لطارق ابو شمة، فاكرين الولد طارق الشمام؟ طارق الشمام اللي هو بقى كل مرة تقول انا شامم ريحة الدوري يا ابراهيم، انا شامم ريحة الكاس يا ابراهيم، انا شامم ريحة دوري ابطال افريقيا يا ابراهيم. ابو شمة للأسف الشديد يمارس لعبته المفضلة في التدليس، هو وجمهور ناديه. يا جماعة والله العظيم ثلاثة، جمهور النادي الأهلي ده له الجنة، جمهور النادي الأهلي اللي مستحمل كمية تدليس وتزييف وتغيير للحقائق على كل حاجة صورة، معرفش ليه انت عايز تكبر وتعمل لنفسك قيمة، وانت يعني ليه الفكرة لما تضرب صورة وتفبرك صورة وتجيب ماتش السعودية والأرجنتين، وتجيب صورة جمهور السعودية وتحط وتركب علم الزمالك على الصورة، وتطلع تقول الزمالك كان هنا، الزمالك مرة من هنا، الزمالك كان موجود بيشجع السعودية، ايه يعني مفكر نفسك ايه؟ هو انت لما تعمل كده السعوديين هيبعتولك شوية ريالات؟ السعوديين هيبعتولك تذكرة على طيارة خاصة عشان تروح تشجع السعودية؟ ايه يا ابو شمة؟ ايه يا طارق الشمام؟ عيب كده. امبارح طلعت احدى المواقع، وطلع احد المواقع العربيه امبارح قال لك كفاكم تدليس علم المملكه اللي عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، تغطيه وتحط عليه علم ناديك عشان تبين ان انت النادي بتاعك موجود في كاس العالم. ايه ده؟ ضحكتوا علينا الناس، ضحكتوا علينا الخلايجه، والله العظيم ضحكتوا علينا الخلايجه. وايه الهدف؟ هل انت كده بتزود من قيمه الزمالك؟ الزمالك كبير والكل يعلم مدى حجم وقيمة الزمالك، الزمالك الكل يعلم، الأهلاوي قبل الزملكاوي، الزمالك هو تاني أكبر نادي في مصر وأفريقيا والوطن العربي بعد النادي الأهلي. يكفي الزمالك شرفا أنه الوصيف التاريخي للنادي الأهلي في كل البطولات وكل الأرقام بتاعة النادي الأهلي. يبقى ليه نفبرك صور ونزيف وندلس؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ إيه المكسب اللي النادي هيكسبه؟ النادي مش هيكسب حاجة. لكن زي ما بقولك، هو كان غرضه انه ينزل صورة زي دي في اي حد من رجال الاعمال السعوديين او المسؤولين في المملكة العربية السعودية، يعجب بالصورة فيبعت للزبون 5000 دولار 10000 دولار كمنحة وهدية للزبون على التدليس بتاعه. لكن الصورة اثارت غضب لدى الجماهير العربية وخصوصا الجماهير السعودية، انك تشيل علم لا اله الا الله محمد رسول الله علم المملكة وتحط مكانه عالم الزمالك بالفوتوشوب وتفبرك صور وخلاص. عايز اقول عصام الحضري،
عصام الحضري الناس قاعده زعلانه وقاعده محروق دمها عشان ما وصلوش كاس عالم، والحضري طالع بمجد شخصي ويقول لك انا موجود في المتحف بتاع الاتحاد الدولي. انت الجلافز بتاعتك موجوده في المتحف بتاع الاتحاد الدولي كاكبر حارس في تاريخ كاس العالم بيلعب في كاس العالم، لكن انا عايز اقول لك لولا المجاملات ما كنتش انت وقفت حارس. يعني انا عايز اقول ان حصل ضغوط كبيره جدا على هيكتور كوبر في ماتش المملكه العربيه السعوديه علشان عصام الحضري هو اللي يلعب الماتش. محمد الشناوي طالع احسن حارس مرمى في مباراه اوروجواي واحسن لاعب في مباراه اوروجواي، كان من المفترض ان الشناوي هو اللي يركب، الشناوي هو اللي مكمل في المركب، لكن زي ما بقول لك البعض شاف ان لا لازم ندعم الحضري علشان يتقال ان احنا عندنا اقدم حارس مرمى او اكبر حارس مرمى في السن فندي للحضري. في النهارده الشعب المصري كله حزين لعدم وجود منتخب مصر اللي كان الحضري واحد من الجهاز الفني اللي تسبب في فشل وصول مصر المنتخب لكاس العالم، فيطلع الحضري بصوره يستفز بيها مشاعر الجماهير في النادي الاهلي. طيب عايز اقول ان الزمالك بيتلقى الضربه تلو الضربه، الزمالك الضربات الموجعه تتوالى، بعيدا عن الحجز على الاموال والارصده وتهديدات اللاعبين والحركه المفقوسه اياها، لكن عايز اقول ان الزمالك عنده 10 غيابات بالتمام والكمال. النهارده روي اجواش القائم باعمال المدير الفني بدلا لجزوالدو فيريرا بيعلن قائمه نادي الزمالك و11 او 10 لاعبين غايبين بالتمام والكمال عن قائمه الزمالك. فرصه المصري البورسعيدي بكره كبيره جدا، لكن هل التحكيم المصري يظهر بشكل جيد وشكل مميز ويبعد عن الاحتواء في مباراه الزمالك والمصري؟ اشك. هتسالني كراي؟ اشك. اتمنى ان الحكام يعني يحققوا ويطبقوا العداله في مباراه الزمالك والمصري، يكسب اللي يكسب ما تفرقش معانا، لكن اللي يفرق معايا ان ما اطلعش بعد الماتش اقول ان المصري كان له ضربه جزاء، الزمالك خد ضربه جزاء بالحب، كان في طرد على الزمالك، كان في مش عارف ايه، الزمالك يكسب ما تفرقش معايا، لكن يكسب بمجهوده مش بمساعده الحكام. هيغيب عن نادي الزمالك الونش وعبد الغني، ابراهيم اندايس، سامسون اكينيولا، ونبيل دونجا، شيكابالا، زكريا الوردي، واحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي، وسيف الدين او سيف الجزيري لاعب نادي الزمالك. احمد مجاهد بيضرب ويرد بقوه على احمد حسام ميدو اللي طلع هاجم المسؤولين في اتحاد الكوره واللي على راسهم احمد مجاهد، يعني تحت شعار كده اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. أحمد مجاهد كان في فترة من الفترات حازم إمام بيفاوض هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية حاليا في 2019، وإن السبب في عدم قدوم هيرفي رينارد بعد موافقته هو تدخل أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري سابقا وعضو مجلس الإدارة أيام الأخ هاني أبو ريدة، أو كان عضو لجنة شؤون اللاعبين مع عضو لجنة الإدارة، كان عضو مجلس إدارة وعضو لجنة شؤون اللاعبين. أحمد مجاهد ردا على اتهامات ميدو قال لك عندما يتكلم المخمور قل سبحان الله، هنا كناية وإسقاط طبعا على أحمد حسام ميدو، قل سبحان الله الذي حرم الخمر لأنها بالفعل تذهب العقل وتصيب بالهذيان. كنت أتمنى أن أحمد مجاهد يتحلى بالشجاعة، كنت أتمنى أن أحمد مجاهد يتحلى بالجراءة ويقول أنا برد على ميدو بكذا، لكن أنك تمشي بقى شغل الإسقاط والتلسين وأنا آسف يعني كيد النساء أو تلقيح الحريم، لا ما بحبوش. كنت أتمنى من المهندس احمد مجاهد اطلع اقول يا ميدو يا مخمور، يا ميدو يا اللي بتشرب خمره، يا ميدو يا كذا، انت بتقول كذا، لكن ما ينفعش يبقى شغلنا الشاغل ان احنا نسقط ونلسن كما يفعل الضعفاء. عايز اقول بالنسبه لي صفقه القرن بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا موضوع صفقه القرن ده مصطلح اختلقه وابتكره ابناء نادي الزمالك على موضوع عبد الله السعيد، قلنا يا جماعه مفيش حاجه اسمها صفقه قرن. صفقه القرن دي هي اللي تعمل شقلبه، هي اللي تعمل انقلاب، انك تبقى في اخر الشارع وتجيبك تحطك قدام الناس كلهم، هي دي اسمها صفقه القرن.
صفقة القرن محمود الخطيب، صفقة القرن لاعب بحجم أبو تريكة، صفقة القرن لاعب بحجم محمد صلاح، هي دي صفقات القرن. لكن ما تروحش تجيب لي لاعب بيشطب كرة وتقول عليه صفقة قرن. ولكن صفقة القرن بتعلن عنها قناة النادي الأهلي والدكتور أحمد ثابت، واحد من أفضل المحللين على الإطلاق على قناة النادي الأهلي، إن صفقة القرن بالنسبة للنادي الأهلي هو أوجوستي بوش. أوجوستي جولدي بوش اللي عمل قلبان في كرة السلة المصرية والنادي الأهلي. الراجل ده خلال سنة ونص محقق 6 بطولات للنادي الأهلي، 6 بطولات بنسبة نجاح تتخطى 90%. الأهلي لعب مع أوجوستي 7 بطولات، كسب 6، خسر 7 بفعل فاعل زي ما بيقولوا في مباراة نهائي البطولة العربية أمام نادي الكويت الكويتي، وشوفنا اللي حصل من التحكيم والحكام وخسارة النادي الأهلي لهذه المباراة. إيه رأيكم في كلام دكتور أحمد ثابت؟ وهل فعلا أوجوستي يستحق أنه يكون يطلق عليه لقب صفقة القرن للنادي الأهلي ولا لا؟ وجهة نظري كمشجع أهلاوي يستحق، ويستحق بالزيادة، لأن النادي الأهلي قبل أوجوستي حمادة، النادي الأهلي بعد أوجوستي حمادة تاني خالص. انت قبل أوجوستي كنت بتكسب بطولات، لكن ما كانش بالأداء ده، ما كانش بالمتعة دي، ما كانش فيه متابعة بنسبة كبيرة لكرة السلة الأهلوية. لكن دلوقتي الكل يعني ينتظر أي مباراة للأهلي في أي قدام أي منافس عشان يتابع المتعة اللي بتحصل. نادي الاتحاد السكندري في فترة من الفترات كان بيمثل عقدة للاعبي النادي الأهلي في كرة السلة. في فترة من الفترات انت كنت بتكسب طوب الارض، بس تيجي عند الاتحاد اللعيبه نازله الماتش وهي مستسلمه، اللعيبه نازله الماتش. عارف انت فاكر انت ايام الزمالك في الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه وبركات، لعيبه الزمالك كانت بتنزل تقول لك احنا خايفين هنشيل كام، احنا بنعد ونقول هنخسر 1 2 3 4 5، فاحنا بنحاول يعني ربنا يسترها علينا وما نطلعش بفضيحه المطاهر، يعني احنا عايزين يعني حاجه خفيفه يعني. فلعيبه النادي الاهلي قدام الاتحاد قبل كده لا، كان في حاله من الخوف النفسي او القلق النفسي. ممكن تكسب الاتحاد لكن اللعيبه بتنزل قلقانه، احنا مهما بنعمل برضو بنخسر من الاتحاد. لكن مع قدوم اوجوستي انا عايز اقول لك ان 5 بطولات من ال6 بطولات اللي كسبها اوجوستي مع النادي الاهلي كسبهم على حساب الاتحاد السكندري، وده تغيير في مفهوم القلق النفسي او العقده. بعد ما كان الاتحاد بيمثل عقده لعيبه النادي الاهلي فيما مضى، الان الاهلي ولاعبي الأهلي بقى بيمثلوا عقدة نفسية جديدة جدا للاعبي الاتحاد السكندري. عايز أقول بالنسبة للاتحاد المصري يا جماعة، يعني إيه عايز حد يرد علي بخصوص لجنة التحقيقات بتاعة الوزير؟ يعني حضرتك يا فندم يبقى عندي واحد معروف للكل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ان الشخص ده مزور، شخص ده مزيف، شخص ده مدلس، واجي بعدها باقل من سنة اعمل عقد مع الشركة بتاعت الشخص ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه النهاردة مثلا انا واحد من الناس كنت وكيل لاعب افريقي راح لاحد الاندية الكبيرة، اللاعب ده كان له مستحقات مالية تتخطى $1,000,000، رحت انا بصفتي وكيل هذا اللاعب بدون ما اللاعب بتاعي يعرف ومن ورا ظهره، رحت قعدت في النادي ده وخلصت الدنيا وخلصت الليله ومضينا وزورنا الامضه بتاعه الواد، ورحت شهدت في اتحاد الكوره ان انا الوكيل بتاعه وانا المحامي بتاعه، والولد فعلا مضى وخلص كل حاجه، وبناء عليه النادي ده لعب وحصلوش اي ايقافات للقيد ولا اي حاجه. فيروح اللاعب يشتكي في الاتحاد الدولي يقول لك ده مش الوكيل بتاعي وانا ما مضيتش، وده مزور وده مدلس وابن 60 في 70، فيقرر الاتحاد الدولي فعلا ان الشخص ده مزور. لكن موضوع انه يتحبس او ما يتحبسش، الموضوع القضائي ده للحق اللاعب، يعني اللاعب هو لو كان اشتكاه قضائيا كان زمانه محبوس دلوقتي. فتروح انت كاتحاد كورة تيجي بعد كده تبرم تعاقد لاحد المباريات الودية الكبيرة مع هذا الشخص المزور، ده معناه ايه؟ ملوش معنى واحد غير معنى واحد، اما انك مزور زيه او بتساعده، او انك بتحط نفسك في مكان شبهة بتشبه نفسك. فتيجي انت تروح تتعاقد مع هذا الشخص وتعمل معه عقد، بعد كده يبان لنا ان العقد ده في شبهة، في شبهة تلاعب،
في شبهة إهدار مال عام، بلاش تلاعب، إهدار مال عام، إن الفرقة اللي أنت هتلعبها أو المنتخب الأوروبي اللي أنت هتلعبه ياخد قدك 5-6 مرات، وإنك مفيش طيارة خاصة للمنتخب، وإنك منتخب بيلعب فيه محمد صلاح ملوش طيارة خاصة، وبتدفع 40 فرد زيادة حجز فندق 5 نجوم 4 أيام، ده كله ليه؟ هل كان فيه سمسرة في الموضوع؟ هل في أحد المسؤولين كان له قبض من تحت الترابيزة في الصفقة المشبوهة دي؟ ده اللي هيبان في التحقيقات اللي هتحصل خلال الأيام القادمة. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا؟ هستنى كل أراءكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم، سلام عليكم.